السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. في عندنا فكرة اليوم، كروموزوم الفورمولا، فكرة جدا بسيطة. إذا إجت راح يجي عليها فرع، يعني عليها نص واحد حسب اللي هو. إذا إجى عندنا كاريوتايب أو لسل وقال لي اكتب لها الكروموزوم الفورمولا لإلن، طبعا هون عندنا بالورقة هاي مكتوب بالتفصيل، إذا بدكم توقفوا الفيديو بتقروه. بس إحنا الأهم أول شيء بنعد التوتال نمبر، ماشي الحال. إذا بالأول شيء بنحط the number of the chromosomes specified followed by comma، بنحط فاصلة، and then the sex chromosomes which exist in the cell. يعني مثلا بنورمال كاريوتايب لميل راح تطلع مثلا 46، بنحط كما لميل، إذا X شو Y. لنورمال فيميل بدها تطلع 46 كما اكس اكس. هاي بنقول لها كروموزومال فورمولا. هلا احنا طبيعي مثل ما شفنا قبل، في عنا ابنورماليتيز ممكن تصير ب ات ذا ليفل اوف نمبر اور ستراكشر، مثل ما حكينا بالفيديو اللي هو اسمه كروموزومال ميوتيشن. ففي عنا ممكن نلاقي احنا انكريز اور ديكريز ان ذا نمبر اوف كروموزومز، ايذر اوتوزومال اور جونوزومال كروموزومز اكيد، وممكن يكون عندنا في structural abnormalities مثل deletion لا segment او في translocation. هلا اذا عندنا مثلا حدا عنده trisomy 21 وميل، يعني شفنا الكاريوتايب هيك في trisomy 21 ماشي الحال وهو ميل، شو كيف نكتب له الكاريوتايبينج؟ هون احنا زاد شو؟ زاد واحد كروموزوم، يعني بدل ما يكونوا 46 قديش صاروا؟ صاروا 47، فبنكتب 47 هذا النمبر كله. بعدين شو هو ميل؟ بنحط ميل. طيب اذا هيك خلصنا، اي حدا بيشوف هالفورميلا هيك، اذا قلنا له مثلا هي الفورميلا، بيعرف انه في زياده اوتوزوم مش جونوزوم. كيف؟ لانه احنا حطينا اكس واي هون، فالجونوزوم مزبوطين تنتين. بيعرف في one of the autosomal chromosomes هي arranged in triplet مش in doublet، مش اثنين اثنين. هل فإحنا كرمال يكون الكروموزوم الفورمولا دقيقة ونفهم منها، بنحط كما كمان مين احنا اللي البير اللي عندنا زيادة فيه 21، بنكتب بلس لأنه في زيادة 21. هلا هيك اللي بيقراها خلاص مش الحال، صار كأنه شايف الكاريوتايب، بقول في عندنا we have 47 كروموزومز، هذا ميل، والكروموزوم اللي فيه مشكلة هو زيادة 21. طبيعي إذا نقص بنحط ماينس. طيب at the level of the gonosome أسهل، ليه؟ لو فرضنا حدا عنده بالجونوزوم، هل في داعي أكتب بلس وماينس؟ لا، ليش؟ لأنه إحنا لو قلنا حدا عنده X X Y مثلا X X Y، هلا زاد كروموزوم صار التوتال قد ايه؟ 47. وبس نكتب احنا X X Y، اللي بيشوفها هاي عرف انه في abnormality هون، لانه احنا هذا المفروض يكون يا X X يكون في ميل او X Y بيكون شو؟ ميل. فاللي بيطلع هون على هالجونوزوم اللي فيش داعي بعد اكتب له بلس مثلا X او بلس Y، ما فينا نعرف احنا مين اللي زاد، صح؟ إذا هيك اللي بيطلع فيها هني 47، إذا في عندنا كروموزوم زيادة، نتطلع على الجونوزوم هني مش طبيعيين زايدين واحد، إذا الزيادة فيها خلصنا خلصت. وفي عندنا راح نشوف هون حالات مكتوبين وخالصين، ماشي الحال. أعطانا نورمال كاريوتايب ميل، عندنا نورمال فيميل. هون لاحظوا في عندنا ترانسلوكيشن، ليكو حرف التي هو كورسبوند تو ترانسلوكيشن، هو عطيني إكزامبل انه في ترانسلوكيشن بتوين كروموزوم 1 عند كروموزوم شو 18، ماشي الحال. هلا هو هون حاطط النمبر 46 كروموزوم، هلا هو هاي فيها شويه حكي انه احنا لما يكون مثلا بين 1 و 18، لو فرضنا مثلا 18 عامل ترانسلوكيشن على 1، هاي كروموزوم 1 عليها بكون كروموزوم 18، كروموزوم 1 18 شو بكون؟ بكون لحال، ماشي الحال. هاي بكون 2 كروموزومز 18، بس واحدة فري وواحدة لينكد على مين؟ على كروموزوم 1.
انا مع الراي اللي بيقول انه النمبر اوف كروموزومز هون هدول تو كروموزومز مع بعض بنعتبر ان 1 كروموزوم. يعني هو المفروض كان يحط شو؟ كان يحط 45. هلا هن بالنسبه كجينز هن كورسبوند تو 46 كروموزومز. الجينز هن تبعون الجينز تبعون 46 كروموزوم، ولكن كنمبر في عندنا ستراكشر ابنورماليتي هون، في عندنا كروموزوم لزق بكروموزوم ثاني، فاذا واحد بيعدها هون شو بيعدها؟ بيعدها 1 كروموزوم. ما بقول هدول 2 كروموزوم، هن 1 كستراكشر هن 1 كروموزوم، ولكن كجينز هن عباره عن 2 كروموزوم. فكان الاضبط هون بهاي، وانا الطالب بكتب هيك بحسب له اياها صح اكيد، يقول لي هن 45 كروموزوم كنمبر، هي اكس اكس، وفي ترانسلوكيشن من 1 ل لا بين between 1 and 18. فهيك بينفهم عنا انه اللي بيطلع فيه 45 هل هو عنده ناقص بالكروموزوم، بس لما يشوف فيه translocation بيعرف انه هل الكروموزوم عامل شو، عامل translocation اللي ناقصة. فقلنا هي كنمبر بيعتبروا structure واحد، ولكن كجينز هن في جينز ذات correspond to 46 كروموزوم. هل الباقي حكينا عليهن، مثلا هون شو عندنا اللي بيقراها هاي شو بقول 47 زائد كروموزوم، هل هي بالكروموزوم؟ لا، لانه تنتين، كاتب بلس 21 اذا بكروموزوم 21. هون عندنا 45 ناقص 1 كروموزوم، اكس او الاو بحطوها ليش؟ يا فيك تحط او فيك ما تحط شيء، او بحطوها ليقول لك انه في انه هون في عندنا امتي، في ناقص ب او ميسنج بكروموزوم من الكروموزوم. فيش داعي تكتب ماينس اكس او ماينس واي لانه مبين خلص، بس يكون عندك اكس زين بينت المشكله باي بير موجوده. لاحظوا هون كمان 47 اكس اكس واي مثل ما حكينا. الاخير نقول 45 اكس اكس ماينس 13، اذا نفهم هاي فيميل في ناقص كروموزومز بالاوتوزومال، واي واحد فيهم هو كروموزوم بير بال 13. ماشي الحال، هاي بالنسبه للكروموزومال فورمولا. والله يعطيكم العافيه، وان شاء الله تكونوا فهمتوها.